دكتور، الصورة اللي احنا شايفينها مع بعض دي ايه؟ دي قلادة بتتلبس في الإيد. دي تأثيرها حلو قوي، لأن هي ما بين اللون الأحمر واللون الأصفر. اللونين دول محفزين، بيقووا الجسم. أوكي. فاللون الأحمر بيعمل زي نشاط وحيوية للجسم، بس ده بالناحية الحركية والعضلية. اللون الأصفر جميل قوي لأن هو بيأثر على الأعصاب، فبيحفز الأعصاب وبيقوي الأعصاب. تمام. وطبعا بيأثر على نشاط العقل. فمن حتى الناس اللي بتحب وقت امتحانات او عاوزه تذاكر او عاوزه حاجه زي كده ونشاط عقلي، وزي ما بيقول كده العقل بتاعهم يبقى حاضر، حط حاجات صفراء قصادهم، او مثلا ممكن يلبسوا قلادات لونها اصفر زي جميل. دي. الصوره الثانيه اللي معانا يا دكتور ده عباره عن ايه؟ ده برضو شواحن. دي ممكن تتعامل ان احنا نحطها في المكان فتزود طاقه المكان، لان احنا برضو احنا طاقتنا مش بس طاقه بني ادم، هي طاقه في كل مكان وفي كل حته. تمام. فالاماكن اللي فيها طاقات ضعيفه بتخليك تعتمد على نفسك. تمام. فانت بتستهلكي المخزون الطاقي اللي جواكي. على عكس مثلا زي ما بيقول كده، اطلع في مكان مفتوح. اطلع في مكان فيه خضره. الخضره دي عباره عن ايه؟ زرع. الزرع ده كل ده كائنات حيه مجالها كهرومغناطيسي قريب من مجالك. تمام. على عكس الحاجات الماتيريال والحاجات المصنعه دي، ما كانش زي زمان خشب ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها اللي فيها طاقه وبتنظف جسم الانسان من الطاقات السلبيه. دلوقتي اغلب الحاجات الموجوده تلاقيها صناعيه وبلاستيك وحاجات زي كده، فالحاجات دي كلها طاقتها مش مشابهه لطاقتك. تمام. والستايلات اللي بتطلع ساعات المحدبه والشرب والحاجات دي كلها بتاثر على طاقتك، بتضعف من طاقتك.